الخير على حضراتكم في كل مكان. حلقة جديدة وتغير مع يومنا وأربع فقرات وساعة وربع إن شاء الله نقضيها مع حضراتكم. فقرتنا الأولى هتكون مع دكتور أحمد السباعي أخصائي طب وتجميل الأسنان، وهنتكلم معه عن الأسنان الجميلة وإيه هي أحدث التقنيات في مجال تجميل الأسنان. الفقرة الثانية هتكون مع دكتور أشرف سمعان، وهنتكلم معاه عن السمنة الموضعية ومشاكلها وطريقة التخلص منها. والفقرة الثالثة مع خبيرة التجميل الأميرة مصطفى، وهنتكلم معاها لو يوم سهرة وإحنا خارجين إزاي يكون اللوك بتاعنا. وفقرتنا الأخيرة بشرتك مع ماسي، وهتكون معنا فيها دكتورة دينا أبو السعود. يلا نروح لفاصل سريع ونرجع نتابع فقرة. النهاردة هنتكلم عن تقنية جديدة في عالم تجميل الأسنان. يمكن التقنية دي هتغير كتير قوي من المفاهيم التقليدية اللي الناس عرفتها عن عالم تجميل الأسنان، لأنه تجميل الأسنان ده عالم. طبيب الأسنان ده لابد إن هو يكون فنان. فاحنا النهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة قوي، ومين طبعا يكلمنا عنها ويشرحها لنا بالتفصيل غير ضيفنا العزيز اللي بنسعد بيه دايما، دكتور أحمد السباعي أخصائي طب وتجميل الأسنان وأحد مؤسسي مركز بريدج لطب وجراحة الأسنان، وعضو الأكاديمية الأمريكية لتجميل الأسنان، وعضو نقابة الأسنان بالولايات المتحدة الأمريكية. أهلا يا دكتور. أهلا بك. عامل إيه؟ كله تمام؟ كله بخير. أنا عايزة يعني عايزاك تشرح لي حاجة أو تقولها لي أو تفهمني، مع إن أنا عارفة إن أنت ما بتحبش المصطلح ده، بس خلينا نقوله الهوليوود سمايل. تمام. يعني إيه بقى هوليوود سمايل؟ بصي، حالات كتير منها ساعات أسباب تجميلية وأسباب طبية بتلجأ إن أنا عايز أغير شكل ابتسامتي. تمام. زي لو حد عنده مسافات ما بين الأسنان، حد عنده أسنان فيها تسوس شديد أو كسور، حالات كتيرة جدا لا تعد ولا تحصى ممكن نستخدم ساعتها اللي هي اللي بنسميها بالعربي القشرة التجميلية. تمام. طيب، ظهر لنا تقنيات كتيرة جدا 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 في الفترة الأخيرة في القصة دي، حصل تطور شديد في العالم كله وفي مصر على حد سواء، يعني احنا دايما مواكبين كل ما هو جديد. ابتدينا احد يعني اهم عيوب كان التجميل ساعتها، ان انا هروح للدكتور هتوجع، هاخد حقن البنج، جايز يكون عندي حساسيه من البنج، جايز يكون عندي مثلا مرض مزمن يتعارض مع البنج، الشكل ممكن ما يريحنيش، بعض الناس كانت تقولي لا في ضب حصل. فكانت القصه برضو مرفوضه. التقنيات الجديده اللي سمعنا عنها فتره اخيره زي لومينيز، اكتر من تقنيه ظهرت لنا اللي هي بدون برد خالص. تمام. وده يعني احسن طبعا بكتير. بالظبط، ان احنا عملنا نتيجه و 90% او 100% من الحالات بتبقى راضيه عن النتيجه اللي وصلنا لها، بس في اي وقت انا عايز ارجع زي ما كنت هرجع في ايدي. طيب. اسناني ما اتلمستش. التقنيه الجديده قوي اللي انا جاي اتكلم عليها النهارده اللي هي مثلا 3 اس فينيرز. 3 اس فينيرز دي تقنيه سويسريه اول مره تنزل في مصر، دي من خلال مراكزنا، بدون برد خالص، برده بتتحط على الاسنان. الميزه كلها في سمكها. يعني كان في اكتر تقنيه منتشره في مراكز، ناس كتير سمعت عن تقنيات تانية بس مش هينفع اقول اساميهم. تمام. بس كانت المشكله في السمك، كان سمكهم بحوالي 0.6 من الملي، كنا برضه ما بنحطهم المريض بيمشي من عندي يقول لي انا حاسس مش مرتاح كده. بالظبط، حاسس ان في حاجه على اسناني. حاسس شفتي طلعت شويه لقدام. كانت برضه بتلاقي عدم قبول، فكانت بعض الناس تقول لك لا انا ممكن ابرد سناني بس ما امشيش بالمنظر ده. التقنيه ديت ميزتها ان هي سمكها 0.2 من الملي. حاجه لا تذكر، يعني حاجه احنا بنتكلم كل ده يعني في اجزاء من عشر الملي. انا اول مره اسمع فعلا عن التقنيه دي. هي دي اول مره تنزل مصر. ده رقم واحد. رقم اتنين اكسكلوسيف بقى بريدج دي. دي لسه يعني احنا من اول مركز بنستخدمها عندنا. رقم اتنين ان هي الفكره قوتها. طب في ناس ممكن تقول لي كان الرفع قوي دوت جايز تكون اما اكل عليها حاجه ممكن ما تستحملش مثلا. بالظبط. طب احنا معانا الصوره دي ايه يا دكتور؟ دي هي الثري اس فينيرز. هي دي شكلها. يعني اللي عايز اقوله للناس، عشان في بعض الناس يقول لك السمك دوت لا ممكن ما تدينيش الشكل اللي انا عايزه، ممكن ما تدينيش اللون اللي انا عايزه. لا، هي التقنيه ديت، يعني نفس نوع دي ارق من اللينسز بتاعت العين. بالظبط، يعني هي تقريبا قرب السمك. قربها. بالظبط. بالظبط، حاجه لا تذكر. لو حد مسكها في ايديه اصلا يعني الناس بتستغرب، بتقولي دي هتتحط على اسناني وهل هتبقى قويه وتستحمل، وهاكل واشرب بقى واعيش حياتي. بالظبط. ايوه، هي هنا مقارنه ما بينها وما بين اللينسز بتاعت العينين. الفكره ان هي بتاخد قوتها برضو بتستمدها من الاسنان. تمام.
بتغطي لي السنه بتمنع عنها التسوس، يعني هم برضو جايبين صوره ليها وهي بتتحط على الاسنان دي وهي بتتركب بالظبط، هاي زي شكل الاسنان بالظبط بالظبط. هي بقدر اعمل بيها برضو كل الحاجات اللي كنت بقدر اعملها زمان بالفينيرز اللي كنا بنحتاج فيها برض. ده التقويم؟ لا دي هنا هو بقى هي القصه بتتعمل ازاي. دي بنعملها ازاي بقى؟ برضو كانت من احد المشاكل الكبيره جدا ان المريض يجي يقول لي انا عايز اعمل تجميل. لا هو متخيل حاجه ولا انا متخيل حاجه، وبنعرف وقت الاستلام نحط الشكل. الاسنان بالظبط. يمشي من عندي يقول لي لا والله مش ده اللي كان في بالي. لا عايز اعدل اللون شويه، عايز اعدل الشكل شويه. باستخدام تقنيه اسمها سمايل ديزاين مع 3S فينيرز بقينا بنعمل ايه؟ باخد صور للمريض اول مره بيجي لي. بنقعد مع بعض، عندي زي كتالوج كده اهوت فيه اشكال ابتسامات كتيره جدا. برضه بعض الناس حلو ده. بعض الناس لو بعد الشر كان في حادثه او حاجه بيجيب لي صوره قديمه ليه. أيوه. بنختار شكل الابتسامه اللي هو عايز يوصل لها. في بعض الناس بيختاروا فنانين مثلا او فنانات صور ليهم، يقول لي انا عايز شكل اسنانهم مثلا بيعجبني جدا. بنحط الاسنان ديت على الصوره اللي انا خدتها له او خدتها له على صورته بالظبط بالظبط. الله دي حلوه يا دكتور. بيشوف شكله قبل وبعد من غير ما يقعد خالص على كرسي الاسنان قبل اي حاجه. بالظبط بالظبط. وفي بعض الحالات بنحتاج ان احنا نعمل حاجه اسمها سمايل موك اب، ان احنا كمان الاسنان اللي احنا شفناها على الصوره ديت نعملها بس بصفه مؤقته بماده تانية مؤقته، يشوف شكله كده بيها كام يوم، يشوفها لايف بالظبط ويمشي بيها كام يوم. ده لا يعني الدنيا اتطورت بصوره رهيبه في الفتره اللي فاتت. فعلا طبعا. كمان القصه ديت ساعدتني ان انا اقدر اوصل انا والمريض في خلال وقت قليل قوي اللي هو عايزه. كانت زمان لا انا غير لي دي نعدل ديت، انا مش راضي عن الشكل اللي وصلنا له. كانت قصه صعبه شويه وفيها اكتر من زياره، ده يعني وقت كتير للمريض صح. وللدكتور على حد سواء. دلوقتي التقنيات الجايه بقت تساعدنا ان الموضوع ده بقى اسهل كتير قوي، يعني اذا النتائج بتبقى خلاص باينه بالظبط، يعني النتيجه بتاعتها بتبقى باينه، عارفين هنوصل لايه. انا عارف انا عايز اعمل ايه وعارف انا هوصل لايه، سواء في مسافات. خدي بالك ان برضو اراء الناس دايما مختلفه. يعني بعض الناس عندها مثلا الاسنان مقفوله على بعض، في ناس تقول لي عايزه افتح مثلا مسافه بين السنتين، في ناس تانية بتبقى عندها المسافه دي تقول لي لا انا عايز اقفلها. فهي الموضوع اذواق طبعا، اختلاف في الراي كتير جدا. صحيح. فاحنا صحيح. اهم حاجه ان احنا نوصل لحل وسط. طب خطوات بقى الموضوع بتكون ازاي؟ الوقت تقريبا اللي بتاخده بتستغرقه قد ايه؟ هل في تحضيرات للشخص؟ هو مش مريض، هو ده عايزه هيتجمل، بس في تحضيرات للشخص قبلها؟ في حاجات كده بتحصل بينك وبينه قبلها كلام؟ طبعا بصي اول حاجه بنعملها لازم بنتكلم مع بعض. يعني لازم اعرف هي عايزه توصل لايه مثلا، يعني انا عايزه شكلي في النهايه هيبقى عامل ازاي. برضو انا بيبقى ليا ملاحظات، يعني لون بشرتنا مثلا بيفرق في عامل لون الاسنان طبعا. طريقه البيض يا دكتور بيبقوا ايه احسن؟ الاسنان الشايني قوي البيضه قوي ولا تبقى شويه؟ بصي انا دايما ما بحبش الاسنان اللي هي الشايني وايت قوي، اللي هي بتبقى ملفته، بتبقى مزرقه كده ساعات بالظبط، وبتعرفي على طول ان هي صناعيه او فيك بالظبط. انا دايما بحب اوصل يعني لو حد من المشاهدين بيشوفوني جالنا قبل كده المركز دايما هيعرفوا ان انا بحب اوصل ايه، دايما بحب اوصل الشكل الطبيعي. انا سالتك السؤال ده لاني عارفه المعلومه دي، ان انت فعلا بتحب الشكل الطبيعي في جدا اي حاجه. ما بحبش الحاجه اللي هي تبقى بالظبط. بحب حتى الاسنان بحط فيها ساعات تعريجات بسيطه قوي بحيث لما الضوء يجي عليها بالظبط تبقى بان شكلها اسنان طبيعي. بعد ما بنعمل القصه دي بناخد شويه صور، بنعمل قصه سمايل ديزاين ان احنا نشوف قبل وبعد. بناخد المقاسات بتاعتنا، كل ده طبعا مفيش لابنج ولا اي حاجه برضه عشان الناس تبقى عارفه. بعد الزياره ديت في خلال 4 لـ7 ايام عمل بنقدر نستلم السمايل اللي احنا اخترناه. اوكي. بعد ما اخدته مقاساته وكل حاجه بالظبط بالظبط، هي بتاخد من 4 لـ7 ايام، الموضوع كله بيتم في الزيارتين بدون الم خالص. ان هو مرتين، مره ياخد مقاساته ومره يركب بالظبط الموضوع بالظبط. طب ده في ناس ممكن تقول لك ايه، طب ده ممكن ياذي الاسنان العاديه او يسبب لها اي حاجه او للاسف للاسف اعتقاد خاطئ جدا جدا وسمعته كتير. انتوا هتعملوا ايه في اسناني؟ طب ما جايز الماده دي تاذيها. بالعكس، في بعض الحالات عايز اقول لك وهبقى اوريكي في الحالات اللي انا جايبها لكم اللي انا عملتها ان شاء الله، بعض الحالات هتلاقي ان هي لا بالعكس انا حامت لها اسنانها. اسنان لو فيها تسوس شديد قوي الفينيرز لما بتتحط بتعمل زي طبقه عازله بتمنع الاكل والحاجات المسببه للتسوس ان هي توصل للسن، بس ده ما يمنعش ان الشخص اللي جاي يعمل الفينيرز ديت لازم يبقى مهتم باسنانه جدا. ولو فيها مشكله تتظبط طبعا قبل طبعًا ما نحط الفينيرز. لازم طبعًا. مش كده طبعا.
ما بنقدرش نحطها طبعا لو في مشكله في السنه او فيها تساوس او حاجه. يعني انت بتبقى مظبط السنين نفسها وبعدين بالزبط. تحط عليها بنرجعها لوضع صحي 100%، بعد كده احط عليها الفينيس تحميها بقى مدى حياتها. طيب العمر الافتراضي بتاع الموضوع ده يعني وكيفيه التعامل معاه؟ بصي هي برضو عمرها الافتراضي احنا بنتكلم 3S فينيس معاها ضمان 10 سنين. تمام. نفترض حد جالي بعد ما ركبها بسبع سنين والله حصل فيها مشكله دكتور معايا، هي ما حصلتش. نفترض حصلت بيقدر يغيرها فور فري، ما بيدفعش اي تكلفه خالص. العمر الافتراضي برضو معتمد على عامل مهم جدا الاهتمام. بس عايز اقول لك ان كانت بتجيلي حالات مهمله جدا 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 في نفسها، واخر حاجه بيفكروا فيها اللي هي الفرشه والمعجون. الدنيا بايظه بايظه خالص بالظبط. بس بعد ما بنغير لهم شكل اسنانهم تبتدي تحس ان هو بقى عنده حاجه فاليبل او حاجه قيمه. بيستخسروا بقى يفوتوا يوم من غير ما يغسلوا بالظبط. انا عايز احافظ على المجهود اللي انا وصلت له، عايز احافظ على الشكل اللي انا وصلت له. صح. فحالات كتير بتغير اللايف ستايل كمان خالص. دي اكيد دي اكيد ممكن. في حالات كتيره جدا شخص يبقى خجول جدا وخايف يضحك وخايف يتكلم، بعد ما بيعملها بيبتدي يحس ان هو اجتماعيا بقى، لا انا بقيت قادر اتكيف مع اي حد. السنان بتغير في الحاله الاجتماعيه والنفسيه بشكل غير عادي. غير عادي يعني دي حالات كمان من مركز بريتش. هي هنا بقى حاله كان عندنا مشكله في طبقه المينا، كان فيها تاكل شديد. كان في اهمال شديد جدا في الاسنان، وكان في برضو تكسر لو شايفين في الاسنان اللي فوق فوق بعضها كده تحسها مش مظبوطه. بالظبط. كان في تكسر شديد في الاسنان اللي فوق بالذات. هنا الاسنان مثاليه قبل وبعد الفينيس. هنا بقى حاله زي اللي بكلمك عليها، اللي هنا ممكن استخدام طبي. الاسنان دي كانت متكسره كلها بفعل التسوس، الاسنان كلها نلاقيها مسوسه جدا وكان فيها تكسر شديد جدا جدا جدا. هنا اهو بعد ما عملنا الفينيز طبعا غيرنا الشكل جدا. صحيح. بس دي تركبت على ايه يا دكتور؟ هي ما كانش هي بتتركب لازم يتزرع لها حاجه او لا خالص، على الاسنان الطبيعيه. على الاسنان. الاسنان دي بشيل منها التسوس، بعالجها. بشيل الجير. بنعمل الحشوات بتاعتنا. بنظبط اللثه. بالظبط. اللثه بنظبطها بالليزر، بعد كده بحط الفينيز بتاعتي. تمام حلو قوي. طالما الجذور موجوده بقدر اشتغل عليها. تمام تمام. هايل طبعا. شايفين يا جماعه الفرق، الصوره بتتكلم عن نفسها. يعني هنا برضو من حالات الاهمال الشديد جدا جدا جدا. ده كل ده تراكم لطبقات الجير على الاسنان، كان الشكل غير مقبول بالمره. كانت حاله اللثه سيئه جدا جدا. كان بتقول لي انا مش بقى ما بغسل سناني في دم بينزل، لا مع الاكل حتى كان في دم بينزل. يا ساتر. فعملنا الاول علاج للثه بالليزر. بعد كده عملنا الفينير. اوكي. فرق طبعا هايل. هنا دي برضو من الحالات دي من الحالات ال 3S فينيرز برضو. كان في تغير بسيط في اللون. واسنان كانت غير متناسقه خالص. صح. يعني كان عندنا تلاقي سنه لونها ابيض وسنه لونها مغمق واحدة شويه، واحده كبيره وواحده صغيره. بالظبط. كان عندنا السنه برضو اللي هي جنب السنه اللي في النص كانت شكلها شبه الناب، يعني هو غيرنا شكلها شويه. صحيح. يعني هنا الحاله دي انا جايبها لكم برضو عشان بنشوف ان في حالات بتتعمل بسيطه، مش لازم اغير 360 درجه. بالظبط. حسب المريض عايز يوصل. هنا كانت داخله لجوه شويه. دي هنا كان عندنا مسافات بسيطه وكان في تراكم شديد جدا لصبغات التدخين. يعني هنا الشخص ده كان مدخن شره جدا، علبه او علبتين في اليوم. طب بعد الفينيرز ايه بقى؟ هيستخسر بعد الفينيرز ده طبعا. يعني بصي هي للاسف احنا دايما طبعا بحاول ابعد الناس عن التدخين. بس الفكره ان انا فعلا صعب قوي ان حد ياثر في اللايف ستايل بتاع انسان. بس هي طبعا هي هتستحمل بكتير بتهيألي. هي طبعا لو حد عادية. مهتم باسنانه بصفه يوميه تراكم الصبغات عليها شبه مستحيل. ايوه ما هي يعني هي بتبقى مصر. حته ان الصبغات تيجي على الاسنان الطبيعيه اصعب كتير ما تيجي على الفينيس. بتستحمل عن الاسنان الطبيعيه. جميله دي. هنا برضو تغيير في اللون، فتحنا اللون حوالي اربع او خمس درجات. حلو قوي. يعني ممكن نغير بيها شكل، ممكن نغير بيها لون، ممكن نعالج بيها مشاكل. هي ليها استخدامات خاصيه. الناس دايما تقول لك لا دي حاجه دلع انا هستخدمها لا. بس لمجرد ان انا اغير لون سناني او كده، لا هي فيها بعض الاستخدامات واكثريه استخداماتها دلوقتي بقت طبيه. صح. ما احنا شايفين واحده هي ما عندهاش سنان خالص بنستخدمها استخدام طبي. عامل جانبي ان انا استخدمها ان انا بعد ما اعالج التسوس وكل ده ان انا اغير شكل الاسنان. وفي بعض الناس بترفض تقول لي لا انا عايز شكل اسناني زي ما هو. يعني حالات كتير بتجي لا انا عايز شكل اسناني، اقول لهم هاتوا صوره قديمه قبل ما يحصل اي مشكله عندكم في الاسنان ونعمل كوبي بيست منها. فهي دي عشان كده بقول لك هو الموضوع فعلا اراء مختلفه. بالزبط. جدا بالزبط. مش معنى تجميل اسنان معناها لازم اخرج اسناني كلها صف واحد وبتلمع. لا لا لا، كفايه انه شكل ابتسامتي يكون حلو. تمام. وانا مبسوط بيه وراضي عنه. ده كتير من الناس غير راضيين عن شكل بقهم ولا شكل ابتسامتهم، فدول لازم نساعدهم. طيب الليزر، انت يمكن قلت كلمه ليزر في النص كده، فانا عايز اعرف استخدامات الليزر ايه في مجال تجميل الاسنان.
بصي معه زي ما بقولك، أنا دايماً أو مش أنا يعني أجدد التقنيات كلها ده بتدور على راحة المريض. أنا عايز المريض ده يخش لي والله يخرج من عندي ما توجعش، دايماً يفتكرني بالخير زي ما بيقولوا يعني. لان ناس كتير بتخش الدكتور سنان تخرج من عنده انا يا رب ما مش عايز اجيله تاني. لا هو لو هيخرجوا بالشكل ده ده هيدعوه لك. يعني ده كان الشائع الاكتريه الشائع. قصه الليزر ان انا عمليات كتيره جدا كانت بتتم ببنك وخياطه ومشرط وكانت قصه جديده، دلوقتي بقت بتتم بدون بنج وبدون الم خالص. العمليات اللي كانت بتاخد جلستين وثلاثه واربعه بقت دلوقتي في جلسه واحده وفي اقل من 10 او 15 دقيقه. طب استخداماته ايه؟ ايه اللي ممكن استخدمه فيه؟ عمليات مثلا زي الناس اللي عندها جامي سمايل او اللثه عندها فيها التهاب او اللثه بتبان قوي في الضحك. ايوه. كان زمان عشان نشيل جزء من اللثه دي كانت قصه. قصه وعمليه بقى. كانت عمليه والمريض جاي او المريضه جايه محضره نفسها ومش واكله كتير قوي وهناخد بنج، وفي بعض الناس كانت تقول لك لا انا هاخدها بنج كلي. انا ما اقدرش استحمل ان انا اشوف بشرات او حاجات. بالظبط. بقينا بالليزر لا. بقيت بدي للمريض او بثبت الكاميرا عليه بيشوف شكله وانا قاعد شغله ومش حاسس باي حاجه اطلاقا وشايف هو بيتعمل له ايه. النتيجه اللي كنت بوصلها في كذا زياره كل مره نقول لا عايزين نعدل حته، ساعات الدكتور بيبقى من كتر الدم مثلا ما بقاش شايف كويس قوي فحاجات بينساها تاني زياره يكملها. لا بالليزر ما بقاش في نقطه دم فالدكتور شايف هو قاعد بيعمل ايه وشايف هو هيوصل في ايه في نفس اللحظه. ولا نقطه دم واحده خالص. اهو ده الليزر؟ ده هنا ده البيم او الشعاع بتاع الليزر وهو جاي على اللثه. هي الموضوع بالظبط بالظبط بالظبط، يعني بقول دايما بشرح للناس كده كان الدكتور عمال يرسم. ايوه صح. يعني كاننا بالظبط بنشكل شكل جديد للاسنان. هنا من احد استخداماته برضو دي حاله عملناها عندنا دايما بيبقى بيحصل خالص. اللثه كان فيها تصبغ بسبب التدخين، التدخين على فكره ساعات وناس كتير عندها القصه دي تلاقي اللثه لونها اسود بني كده غامق مزرقة. بالظبط. حتى بسبب تراكم الاطران والحاجات اللي في السجاير ديت على اللثه. هنا هو كنا الاول برضو بنعملها عن طريق المشرط ان احنا بنعمل زي سكرابنج او زي تقشير للثه. كانت القصه بتوجع جدا طبعا. كان بيتاخد فيها بنج، كانت بتاخد خمس او ست زيارات عشان نوصل نتيجه ويروح بقى العارف ياكل ويشرب. لا طبعا بيروح ليه تعليمات كانت ساعتها بقى وتاخد مضادات حيويه وكانت قصه كبيره. بالليزر لا بقت من غير دم خالص بعمل عمليه البيلينج ديت في جلسه واحده. حلو قوي. والمريض برضو خارج من عندي عارف النتيجه اللي هيوصل لها. ده ايه؟ هنا هو تبييض بقى بالليزر كمان برضو بالليزر. التبييض كان الاول برضو كان بياخد حوالي ساعه ساعه ونص تبييض في العياده. كانت اغلبيه الناس تخرج من عندنا انا مش عارف اكل ولا اشرب حاجه ساقعه ولا حاجه سخنه، انا عندي حساسيه مدمره. دكتور يقعد يكتب له في ادويه و ولا تشرب قهوه ولا تاكل شوكليت ولا شاي ولا صوص احمر. لا تعليمات يعني اللي هو كان بيخلص التبييض رقم واحد استحاله يكرره تاني، رقم اتنين بيندم على اللي هو عمله. الليزر فتره انا عملته فعلا من ثلاث سنين كان او اربع سنين عملته كان فعلا نفس القصه دي. كان موضوع بس انت شجعتني المره اللي فاتت بقى لما قلت لي ده بقى في ربع لا ساعه. لا بقى اسهل. بقى اسهل كتير جدا، الوقت قل، ما بقاش فيه اي تعليمات خالص. يعني مريض بيخرج من عندي انت اسنانك كمان ساعتين ثلاثه هتلاقي لونها وصل للدرجه اللي انت كنت عايزها. حته التعليمات اللي انا بقول لك تاكل ايه وما تاكلش ايه اتلغت. حلو قوي. بس اهم حاجه طبعا دايما بقول في اي استخدام حتى يعني من غير لو حد من مش لازم جالي، الاهتمام بالاسنان ده مهم جدا طبعا. ده حاجه على جنب يعني غسيل الاسنان ده حاجه ما فيهاش نقاش يعني. صحيح بالظبط كده. ده شيء اساسي. طب خلينا نتكلم كده عن التركيبات وايه الحديث دلوقتي في التركيبات وهل ليه مشاكل وايه مميزاتها وايه عيوبها. التركيبات برضو من الحاجات اللي انا حابب اتكلم عنها لان انا حالات كتير كانت بتجيلي للاسف راحوا لدكاتره عشان يعملوا تجميل ولسه يعني حاله من مفيش اربع ايام. هتعمل ايه؟ هتعمل بريدج ولا تعمل للاسف سنانها كلها اتبردت واتعمل لها تركيبات اللي هي تركيبات المعدن. يا خبر. على اساس انه تجميل. ازاي الكلام ده؟ بتحصل للاسف لسه في يعني كده؟ يعني الحاله دي كررت عندي اكتر مره عشان كده حابب اتكلم عنها. رقم واحد تركيبات المعدن كلنا عارفين انا اتكلمت اكتر مره عيوبها لا تعد ولا تحصى. طبعا. في العالم كله دلوقتي خلاص بقى ليها بدائل اخرى اكتشفوا ان هي شكلا مش مقبوله خالص. يعني هي ممكن نقول ان هي توفيرا ممكن تكلفتها اقل شويه ممكن نستخدمها في الدروس او كده، لكن تركيبات معدن في الاسنان الاماميه صعب. مرفوضه جدا جدا جدا. من على بعد كيلو بتبقي عارفه شكل الاسنان دي معموله. ايوه يعني فاهمه الفكره. المعدن رقم اتنين هو نوت بايو كومباتبل او بمعنى ان هو الاكل بيبتدي يتراكم عليه بيبتدي المريض بيحس بطعم الاكل غريب شويه او طعم المشروبات اللي بيشربها غريب شويه.
تيجي تعمل التهابات في اللثه. اه لان مع الوقت تراكم الاكل على المعدن دوت بيخليه في مسافه ما بين التركيبه واللثه. اهي اه يعني زي الصوره دي. انا دي اعتقد ناس كتير لو حد مركب تركيبه معدن هيبقى عارف او وصل للقصه دي لو بقاله اكتر من سنه. اللثه بتيجي تبعد عن الاسنان الطبيعيه، تيجي نشوف الشكل دوت. طبعا بكل المقاييس، مش هقول لك تجميليا، طبيا مرفوضه. خالص دي تعذيبيا مش تجميليا. بالظبط هي يعني دلوقتي بنقول ان هي ضررها اكتر من نفعها. بالظبط صحيح. اوكي صحيح. يعني اسناني اتعوضت بس فيها ضرر. الجديد بقى سريعا قوي. الجديد اللي هي بنعملها دلوقتي اللي هي التركيبات، حاجه اسمها زيركونيوم او زيركوماكس، في اكتر من نوع ابتدينا نستخدمه. دي صوره يعني هنا اهو تركيبه متركبه. هايله. محدش يقدر يعرف طبعًا. دي قبل وبعد كانت ايه. صحيح بالظبط كده. يا ريت يا جماعه كده يعني نكون استفدنا من الكلام اللي قلناه النهارده، لانه كلام مهم جدا. الاسنان دي من الحاجات المهمه قوي اللي ما ينفعش نتهاون ابدا في حقها. انا بشكرك يا دكتور احمد على وجودك معايا وعلى كل الكلام اللي قلته لي النهارده. دكتور احمد السباعي اخصائي طب وتجميل الاسنان واحد مؤسسي مركز بريدج لطب وجراحه الاسنان. هنروح لفاصل، بعد الفاصل هيكون معنا دكتور اشرف سمعان، استنونا. فقرتنا دي هنتكلم عن حاجة مهمة قوي يمكن بتهم ستات كتير وجزء كبير من الرجالة برضو، وهي ترهلات. ترهلات البطن بقى، ترهلات الجسم، ترهلات الثدي، أي ترهلات في الجسم بتسبب تشوه وبتسبب شكل مش حلو وبتسبب نفسية مش مظبطة. فخلينا نعرف النهاردة ازاي بنعالج الترهلات بأشكالها المختلفة وبأماكنها المختلفة مع ضيفنا دكتور اشرف سمعان، استشاري جراحه التجميل وعلاج الحروق بالمركز الطبي. اهلا يا دكتور اشرف. اهلا وسهلا بحضرتك. الترهلات على مختلف اشكالها والوانها وانواعها. لان انا قاصد ان اتكلم عن الموضوع، لان تقريبا حوالي 40 ل 50% من المرضى اللي بيجوا المركز عندنا عندهم ترهلات. لكن المهم في الموضوع اذا كان زي ما حضرتك قلتي كده، ترهلات في الدراعين، في البطن، في الفخذين، مفيش مشاكل خالص. المرضى متخوفين انهم يعملوا شد ترهلات. فبتيجي مثلا المريضه، انا بفترض ان المريضه دي ينفعها شد ترهلات، اي يعني ايه يعني وزنها كويس معقول يسمح ان احنا نعمل شد ترهلات. لكن بتيجي المريضه تقول ايه، لا يا دكتور هيبقى في جرح. طيب اللي انا عايز اوضحه بصوره صارمه جدا في الحلقه النهارده، مفيش حلول تانية. لان المريضه بتيجي تقول مثلا طب ما ينفعش الشفط؟ لا ما ينفعش حضرتك الشفط، لان الترهلات اللي موجوده من الاول او الشفط ممكن ما يزودش الترهلات اللي بتحصل نتيجة الشفط نفسه. دي معلومة مغايرة خالص للناس عارفاه، يعني بيقول لك الشفط يعمل ترهلات. لا لا لا، الشفط مش بيعمل ترهلات، لو مفيش ترهلات من الأساس مش هيعمل ترهلات. اوكي؟ تمام. عشان نبقى متفقين. لو المريضة ما عندهاش ترهلات من الأصل يبقى مش هيعمل ترهلات. لما أنا أقول لها شفط بس يبقى أكيد بعد العملية مش هتلاقي ترهلات. لكن لو كان في ترهلات من الأول، يعني زي ما احنا بنقول ما سبق قد سبق، موجودة من أصل، خلصنا، يبقى ما ينفعهاش شفط دهون. أوكي. يبقى محتاجه شد الترهلات. طب تيجي تقول لا يا دكتور ده الجرح هيبقى فيه جرح وكلام زي كده، انا دايما عامل ستريس على النقطه دي بالذات، لان الاونه الاخيره دي بشوف كتير جدا مرضى عندهم ترهلات ومتخوفين من الجروح او من العمليه نفسها. اوكي، فلما باجي مثلا اقول لها حضرتك مفيش حلول ثانيه، ايه هي الحلول؟ طب الشفط مش هينفع، طب ال تخس، هتخسي هتزيد الترهلات. شفت المعادلة؟ أيوه. يعني هي متخيلة إنها لما تعمل دايت الترهلات هتروح، الترهلات هتزيد. لو حضرتك خسيتي بأي طريقة كمان، إذا كان بالون معدة أو دايت أو بالظبط كده. إذا إيه المفر بقى؟ هي الترهلات طلعت ملهاش حل غير إن هي الشد. بس. أوكي. طب يا دكتور مفيش كريمات؟ لا حضرتك مفيش أي كريمات. حد سألني على الفيسبوك على موضوع أنا بقول لحضرتك الكلام. مفيش كريمات؟ لا مفيش كريمات بتشد الترهلات، عشان نبقى متفقين. يعني واحده بطنها قد كده مثلا ومترهله وكل حاجه، هتحط كريم، ايه الكريم بقى اللي هيشد بقى ان شاء الله؟ معرفش. والجلد الزياده اللي بيبقى نازل ده حوالي 10 سنتي 20 سنتي، ساعات بتوصل عندنا ل 30 سنتي مثلا ترهل جلد اكسس سكين زياده، ماشي، ده بيروح فين؟ بالكريمات هيروح فين؟ منطقي. لا اوكي، ده القصد ان انا اتكلم النهارده عن الموضوع، ان انا اوضح ان مفيش حلول ثانيه غير شد الترهلات، عشان نبقى متفقين. طب واللي بيخافوا بقى؟ هنطمنهم مفيش مشاكل خالص. لكن
ان انا مثلا اضحك على المريضه واقول لها حضرتك هنعمل لك شفطه فقط وترهلات هتروح، لا لا هنفع. لو عندك ترهلات اصلا في اصلا موجوده وعملتي شفط هي مش هتروح. لا طبعا لو كانت هتزيد مش هتزيد، لكن هتفضل زي ما هي او هتقل سنه صغيره. اوكي ده اللي انا بقوله فعلا وبامانه بقوله في العياده، هتقل سنه صغيره. ليه؟ عشان ممكن بيحصل التصاقات ما بين الجلد وطبقه العضلات اللي تحتها فبتترفع سنه شويه، بس مش 100%. مش زي الشد. الحاجه الثانيه كمان، انا بشوف مرضى مثلا عملوا شد ترهلات اللي هو المينيا ابدومينال بلاست او جزء لتحت، اتبقت منطقه المعده دي منتفخه. انا لسه شايفها امبارح تقريبا. ليه كده؟ في ناس كتير قوي بنشوفها. دي بنشوفها لان هو المفروض ان لما اجي اعمل شد ترهلات بطن لترهلات من الدرجه الرابعه لازم اعمل لها برضو تايب 4 ابدومينال بلاست. تايب 4 اللي هو ايه؟ شد ترهلات وتصليح عضلات، لازم اشفط المنطقه دي. لازم اشفط ده مانداتوري. لازم المنطقه دي تبقى داخله لجوه على الابيجاستريم. على فكره انا بعمل شكلها الطبيعي جمالي كده ان هي تكون داخله لجوه كده. حتى مع الشفط العادي انا لازم اشفط المنطقه دي. انا حتى لسه كان احد الزملاء بيقول انت بتعمل ستريس دايما على المنطقه دي ليه؟ قلت له لان دي لما الواحد بيقعد بتلاقيها طالعه كده. والستات عارفه كده اللي انا بقوله، تلاقيكي لابسه البنطلون وقاعده والحته اللي بتاعت المعده دي، ولا مسميها المعده احنا بالظبط كده، دي طالعه، فدي بتضايقها جدا. اوكي، فاحنا لما نيجي نتكلم عن مثلا الشكل الجمالي لشد الترهلات هنتكلم عن شفط المنطقه دي وتصليح العضلات. بيظبط كمان، مش بس بشد افقي، لا لازم اشد كمان عرضي. اوكي، تصغر حجم كده وتشد كده. وبالظبط كده، العرض نفسه يقل. طب بيقل ازاي العرض نفسه؟ بتصليح العضلات. اوكي بالزبط. بالنسبه لمثلا المرضى اللي بيجي يقولوا طب يا دكتور ما فيش حلول ثانيه، ما فيش غير شد الترهلات، لكن اطمنوا خالص، الجروح دي ما حدش اشتكى منها نهائي. ولما اقول لحضرتك كلمه نهائي، ما حدش جه مثلا قال لي شكل الجرح مضايقني. ليه؟ هي مقارنه، معلش حضرتك ما تزعليش مني الكلام ببساطه، يعني الترهلات احسن ولا الجرح؟ لا الجرح صراحه. مش صح؟ احنا لما الترهلات هتبان من اللبس، لكن الجرح مش هيبان. الترهلات بتعمل لهم احباطات، ما بيعرفوش يلبسوا، ما يعرفوش ينزلوا الميه، ما يعرفوش حاجات كتير. فلما تيجي تعملي لي مقارنه، بس هي حسبه، حضرتك بتقولي لا يا دكتور هيبقى في جرح، طب ايه الحل التاني؟ خلاص خليكي ما تعمليش اي حاجه خالص. ما عندناش مشاكل على فكره، انا بقولها في العياده صراحه. لان حضرتك هتحاولي مثلا تروحي لاي حد مش متخصص هيقول لك اي حاجه تانيه مش هتجيب نتيجه. يعني ايه لقيت ايه الحلول التانيه اللي ممكن لا ما انا بقول لحضرتك في ناس ممكن تقول لك الرياضه تشد بتشد مينيمال بحدود معينه، والرياضه اللي مريضه عندها 50 سنه هل هينفع؟ لا، في ناس ما ينفعش مع رياضه خالص. مش صح؟ يعني هي اصلا عندها 50 سنه ما تقدرش. اوكي، الحاجه الثانيه ترهلات من الدرجه الرابعه، هينفع مثلا الكشكشه والكرمشه اللي بتيجي خاصه بعد ولاده التوأم؟ تيبيكال انا بشوفها يوميا تقريبا، لما الام بتبقى ولدت توأم او كانت حامل في توأم لازم تلاقي ترهلات من الدرجه الرابعه عندها، او حامل وبطنها كبيره. لو في واحد، في ناس بتبقى بطنها كبيره جدا واحد، اوكي، بس التوأم لازم لازم 100%. على فكره بيجوا يعملوا شد ترهلات ده 100%. اللي انا حابب ان اقوله ان الجرح شكلا ما بيضايقش نهائي نهائي، وان المرضى كلهم تقريبا اللي عملوا شد ترهلات ما حدش ابدا شكى من شكل الجرح، لانه بيبقى خط، ولما اقول لهم خط بيفضل خط، ما فيش اي مشاكل. بعد فتره بتوصل لثلاث اربع شهور مثلا ما تقدريش تكتشفي الجرح ده كان فين. تمام، فعلا ما تقدريش تكتشفيه. الحاجه الثانيه ده بالنسبه لشد ترهلات البطن. بالنسبه لشد ترهلات الذراعين، احنا طبعا شد ترهلات الذراعين بطريقتين، لا اما جرح تحت الابط او جرح بطول الدراع، وده بيعتمد على درجه الترهل في الدراع. احنا لسه عندنا كلام كتير، بس فكرتنا خلصت. نعمل ايه؟ انا مهتمه قوي بموضوع الترهلات ده. خلينا الحلقه الجايه ان شاء الله نكمل موضوع الترهلات. بشكرك يا دكتور اشرف. دكتور اشرف سمعان، استشاري جراحه التجميل وعلاج الحروق بالمركز الطبي. هنروح لفاصل ولسه عندنا فقرتين، استنونا بعد الفاصل. هحكي لكم حكايه. دينا ده بقالها كتير قوي نفسها تخس، وعندها مشكله في منطقه البطن والاجناب والظهر، والمشكلة دي كانت بتخليها تصحى من عز النوم بالليل من كتر ما هي مش عارفة تتنفس. حتى وهي خارجة في لبس معين بس اللي المفروض تلبسه،
اللبس ده اللي بيلم الدنيا ويداري الديفوهات زي ما بنقول. حتى وهي بتشتري لبس كانت دايما بتجيب مقاسات اكبر من سنها، وطبعا ابعد ما في خيالها ان يجي اليوم اللي تلبس فيه المايو اللي بتحبه. من كتر ما كانت زهقانه فقدت الامل وبقت تاكل اكتر من الاول لانها مش عارفه تخس ولا تعمل دايت. دي ما كانتش بتعرف تحط رجل على رجل، كانت ما بتحبش تنزل من البيت، وده كله بيرجع لثقتها اللي كانت مهزوزه بنفسها وشبه مش موجوده اصلا. وجي يوم كان نقطة تحول في حياتها، وهي قاعدة بتتفرج على التلفزيون لقت المركز الطبي الدولي وحالات بتتكلم عن عملية شفط الدهون، وفعلا راحت المركز الطبي الدولي وقابلت الدكتور. وأقنعها بالعملية وعملتها. بصراحة ما كانتش مصدقة انها تشوف جزء من نتيجة العملية بعد 24 ساعة، بس بعد 10 ايام ندى بقت واحدة تانية خالص. تحط رجل على رجل. وبتنام لحد ما بتشبع نوم. وطبعا سيبكوا من كل اللي فات، دي مش مصدقة ان بقت تلبس اللبس اللي بتحبه. أو للمركز الطبي الدولي. شكرا للمركز الطبي الدولي اللي رجع لها ثقتها في نفسها مرة تانية. فقرتنا دي هنتكلم فيها عن حاجة مهمة قوي، كل البنات والستات يعني عايزين يعرفوا معلومات عن يوم سهرة، خارجين سهرانين بره مثلا، سهرانة في عيد ميلاد، في فرح، خارجة مع جوزك، مع خطيبك، عندك أي مناسبة، لازم تكون شكلك مظبوط وجميل، ولازم تكوني شيك في شعرك وفي مكياجك وفي لبسك وفي كل حاجة. فاحنا النهاردة هنعرف ازاي نتحضر لسهرة، وهل نوع السهرة بيفرق قوي في شكلنا وفي الستايل بتاعنا ولا لا. خلوني ارحب بضيفتي اللي معايا، اميره مصطفى، خبيره التجميل ببيوتي سنتر جرين. عامله ايه يا اميره؟ اهلا بيك. كله تمام؟ الحمد لله تمام. السهره بقى والتجهيزات والتحضيرات للسهره، تحبي اول حاجه نتكلم عنها ايه في التجهيز للسهره؟ الشعر. خلينا نتكلم عن الشعر وللمحجبات عن لفة الطرح. أوكي. أول حاجة بالنسبة للشعر في السهرة، لو هي هتبقى لابسة سواري أو لو السهرة دي عبارة عن خطوبة أو راحة فرح أو كده، طبعا بنلم الشعر لما بسيطة بيبقى شكلها حلو. في ناس بتفضل إن هي تسيب شعرها، فلما بتسيب شعرها لو هنعمله كيرلي على واسع، لو هي عايزة اللوك بتاع الكيرلي الواسع، لما بتروح الكوافير أو لو جات عندنا في جرين المفروض ان هي تعمله ضيق شوية، علشان عقبال لما بتروحهم الحركة زي اللي احنا عاملينه كده. أيوة يا جماعة، زي بتاع مدام يومنا بالظبط. ده الكيرلي اللي بيبقى ضيق شوية ما بيبقاش واسع. اي تمام، لان مع الحركة ومع القعدة ولو في اضاءة وتصوير وكده هتلاقي مع الوقت بيفك شوية، فهديها لوك كمان عاملة كيرلي بس ضيق ضيق قوي ضيق قوي. لسه قدامي يوم طويل. اوكي، يبقى الكيرلي الضيق او الضيق مش قوي ده بينفع ليوم
طويل عشان يقعد معانا طول اليوم بالزبط. ويفضل اللوك حلو من اول السهره لحد اخر. تمام حلو قوي. طب اللي بيحبوا يعملوا ليس؟ اللي بيحبوا يعملوا ليس مفيش مشكله خالص، بس نحاول ان احنا نثبته شويه ونبعد عن مكان يكون فيه رطوبه عاليه، لان الليس بيبوظ بسرعه من الرطوبه العاليه. وعايزه اقول لكم حاجه، بيبقى ما بيلقش على ناس كتير. تمام. يعني في ناس الوشوش اللي دي اللي بتبقى كبيره شويه ما بيلقش عليها الليس، بتبقى عامله كده قوي. تمام. طب الويفز، الحاجات الويف دي الويف بقى حلوة قوي شوية. واللي طالع موضة قوي السنه دي وفي الوقت ده ان احنا بنعمل ويفي وناحيه بيبقى فيها ضفاير. الضفاير طالع موضة جدا السنه دي. صحيح. واللوك بتاع الضفاير حلو، ولو الشعر كله اتلمت فيرة برده بيدي لوك حلو قوي. التحضير للسهره بيفرق عن تحضير لخروج عاديه او اي يوم عادي؟ أكيد. او انا رايحه مثلا لقرايبي او معزومه مثلا على غدا على عشاء؟ لا بتفرق لو في مكان مفتوح غير في مكان مقفول. بتفرق لو المكان ايه، وبيفرق في الميك اب، بيفرق في الشعر. الشعر احنا اتكلمنا عليه، في الميك اب طبعا لو السهره بيبقى طبيعي بيبقى فيها عشاء، بنشرب بناكل، فلازم الروج اللي نستخدمه يكون ثابت شويه. احنا هنتكلم عن الميك اب بس احس ما خلصناش كلام عن الشعر. الشعر لو مجعد بقى مجهد تعبان مش نافع فيه لا ببليس ولا نافع فيه اي حاجه ولا راضي يدي اي شكل من الاشكال. تمام. دي مشكله بقى بتقابل ناس كتير جدا، ان هي واتيفر ايا كان المجهود اللي بذلته عشان تخلي شعرها شكله حلو 3 4 دقايق وبيبوظ تاني. فهرجع اتكلم تاني على ان البروتكس هو الحل الامثل لكل المشاكل دي. الفتره اللي فاتت جالي في جرين ناس كتير جدا عملت بروتكس، وكانت بتتكلم في ان البروتكس هيحل لها مشاكل كتير قوي في حياتها، سواء في سهره او في يومها العادي او في الصيف او في فصل الشتاء حتى. اوكي. فهو ده الحل الامثل. ده حلو قوي. نسبه يعني نحاول نسبه كتير ويبقى سهل، مفيش فيه مشكله خالص. بس انا بقول بلاش شامبو كتير. بلاش شامبو كتير. اوكي. كيماويات الحاجات دي بتبقى مش بس. ايه نعمل كونديشنر بس ولا ايه؟ ممكن كونديشنر بس او حمام كريم. في شامبوهات كمان بتبقى شويه لطيفه عن الحاجات الكيميكالز، الحاجات بتبقى طبيعيه شويه. تمام. طب يلا نروح نشوف البروتوكس ونرجع نكمل كلامنا. أوكي. يلا. معنا النهاردة ريم. ريم قررت تجيلنا النهاردة عشان تحل مشكلة كانت عندها، وبعد معاناة في أماكن كتيرة قوي ومع ناس كتيرة قوي. ريم كانت مشكلتها دايما في شعرها ان هو مقصف وشعرها باهت ومجعد ودايما ناشف، فعملته كذا مرة في أكتر من مكان، وبعد فترة قررت ان هي تجيلنا. واحنا النهاردة قررنا ان احنا نعمل لها بروتكس. بروتكس ده عبارة عن تريتمنت مكون من بروتين وبوتوكس. دوت هيعالج لها كل المشاكل اللي عندها في شعرها. معنا نسمة النهاردة هتقدم لنا التريتمنت ازاي بيتعمل والخطوات بتاعته، وهنبتدي في شعر ريم دلوقتي. مريحة قوي وهتريح ناس كتير وستات كتير، وحجبة بقى مش محجبة هتعمليه وتنسي شعرها. هي دي مشكلة ناس كتير قوي، ان فاكرة ان عشان محجبة ما تعتنيش بشعرها او ما تخليش بالها من شعرها. لا كده موجود وكده موجود. ده اكسترا اهتمام. مشكلة الحجاب لازم تهتمي. اغلب الناس اللي بتجيلي عندها مشاكل كتير في جرين هي الناس المحجبة، هي اللي ما تخليش بالها من شعرها قوي. فانا دايما بنصحهم نخلي بالنا من شعرنا، ولازم بزياده، لان الحجاب ومنع وصول الضوء الضوء والهواء للشعر ده بيتعبها اكتر من البنت اللي مش محجبه. طيب الميك اب بقى بشوف حاجات بقى بتزعلني قوي والناس خارجه دي قبل البروتوكس. دي صور قبل وبعد، لان ناس كتير قوي طلبت مني ان هي تشوفها لايف يعني، فانا حبيت النهارده انزل لهم بيها. ده قبل البروتوكس وبعدين في كذا حاله. الشعر القصير بقى او الشعر الطويل اللي فيه تكاد، بحس ان الشعر القصير بيطول مش عارفه ليه. ما هو طبعا الكسرات دي بتبقى لمال فوق، فلما بتتفرد الشعر بيطول. الميك اب بقى وساعات بشوف حاجات بزعل منها قوي. لازم يا جماعه الميك اب يحلي مش يوحش، ها، وما يبقاش اوفر. قولي لي مكياج السهره بيفرق كتير عن المكياج العادي؟
تمام. هو اول حاجه انا لازم اشرحها، هو الميك اب ده عباره عن وسيله لابراز الجمال بالظبط، مش للتشويه ولا ان احنا نعمل منظر تاني خالص. فهو كل الفكره ان احنا لما بنيجي نعمل ميك اب للسهره بيختلف طبعا عن ميك اب الفرح او ميك اب العروسه او ميك اب البنت المخطوبه. الميك اب لازم يبقى سامبل قوي ويبين شكلنا قوي، وطبعا شكل تسريحه الشعر بيفرق كتير قوي مع الميك اب. يعني لو الشعر مرفوع لفوق لازم نبرز قوي العظمه بتاعه الخدود، لازم نبرز جمال العين، نحط رموش، الرموش بتخلي شكل العين حلو قوي في الميك اب. هو عامه لازم الرموش، بتهيألي الرموش في الميك اب بس ما تبقاش دي طبعا مش دي مش الحاجات اللي بتبقى بعد ساعه اكيد البنت بتساعدها في اختيار الرموش. ويا ريت ما نصرش على حاجه معينه اللي قدامنا شايفها غلط، يعني طالما كذا حد قال لك ان شكلها مش حلو عليكي نسمع الكلام. صحيح، يفضل ان شكل الرموش يبقى طبيعي. احنا بنتكلم في رموش شكلها طبيعي ومناسبه لشكل عينينا، هتبرز جمال العين جدا، ومع طبعا رسمه الحواجب هيخلي المنظر حلو قوي. طب لو الشعر مفكوك؟ ولو الشعر مفكوك هنركز اكتر في لون الروج. اوكي، لازم لون الروج يبقى ظاهر وباين، يمشي مع لون الهدوم شويه. لو الهدوم ساده نقدر نختار لون الروج اللي احنا عايزينه. والغوامق في السهره بتبقى لطيفه، يا اما البينكات. يعني لو غامق ممكن تحطوا احمر تمام مثلا، احمر، فوشيا. الموف طالع موضه السنه دي، انا عايزه اقول لك الموف طالع قوي اللون ده، طالع قوي السنه دي في اللبس وفي المانيكير وفي الروج بقى هايل جدا على الناس البيض. في الايشادو كمان فوق العين بيكون لازم تجربي الروج الموف مره. تصدقي لازم نشوف اللوك ده. هنجرب انا وانت بعد بعد الاول نروح نجرب براحتنا. طيب كلميني شويه عن الضوافر، واكيد الضوافر بتاعه السهره بتختلف بقى لو احنا خارجين الصبح او كده. تمام، واحنا عاوزين حاجه تقدر كمان اقول لك ايه ست البيت تستخدمها. يعني ايه؟ مش في ناس بتعمل ضوافرها تحس ان هي يعني مش قادره تمسك بيها اي حاجه، اصل حتى عامله ضوافر مش عارفه ايه. فاحنا عاوزين حاجه تبقى عمليه الى حد ما برضه. تمام، هو مشكله كبيره قوي بتواجه ستات البيوت بالذات بما اننا اتكلمنا عليهم، ان ايديهم في الميه طول اليوم. ايديهم في الميه ده بيسبب مشاكل في الضوافر، بنلاقي الضوافر اتكسرت اتشققت بتبقى طريه. ففي حاجة اسمها جل دلوقتي، كنا بنسمع الأكلاريك قبل كده، بس في حاجة دلوقتي اسمها جل. الجل شكله طبيعي أكتر من الأكلاريك، ما بيديش نفس السماكة، بتحسي إن هو بنفس سماكة الضوافر العادي. بس لو في ناس بقى ضوافرها بتتكسر، الناس اللي عندها ضوافرها ما بتنموش بسهولة، الجل ده بيبقى عبارة عن إن إحنا بنبني زي ضوافر بالشكل حماية. اللي هي عايزاه. طبقة حماية. تمام؟ هو ده؟ تمام، زي ما إحنا شايفين دي طريقة عمل الجل. أوكي. على الضوافر العادي بنبتدي نحط طبقات، وبعد كده بندخلها بنعرضها الحراره لحد ما بتنشف، وبنرجع نحط طبقه تانية. بس الحراره دي يا جماعه ما بتحسوش بيها خالص، خالص هو ضوء. انا جربته قبل كده، هو ضوء مش هو مجرد ضوء. مجرد ضوء ازرق، لونه ازرق كده، بينشف الماده دي. اوكي، وبعد كده بنرجع نحط طبقه تانية بطريقه معينه، بحيث ان احنا نعمله زي بومبي او كيرف كده، يبان زي الضوافر الطبيعي، ما يبقاش شكله مسطح. عايزه اقول لكم حاجه حلوه جدا، وثلاث ارباع الفنانين والمشاهير والناس اللي بتشوفوهم دول كلهم عاملين الجل. دي مفاجاه. وده بقى بنبني بيه شكل الضوافر النهائي اللي هو بيبقى من فوق، اللي هي الراس بتاعه الضوافر. بنعملها مربعه بقى، بنعملها مدوره، بنعملها بوز، على حسب اللي احنا عايزينه وبنحدده وبنقوله للبنت. هي بتبتدي تكون لنا شكل الضوافر الجديد. أوكي. زي ما احنا شايفين كده بقى الحته اللي فوق بتحط بتحط ماده ثانيه، هي في البدايه بتعملها طويله وهي بتعملها لحد ما بنحدد الطول اللي احنا عايزينه. تمام، وبعد كده بتقصها. وطبعا بعد كل خطوه من الخطوات دي بندخل ايدينا في الضوء علشان ننشف الماده اللي هي حطتها. طب وده بقى ده بيقعد فتره طويله؟ ده بيقعد فتره طويله. هو كل اللي بيحصل ان احنا الضوافر بتاعنا الطبيعي بينمو. ودي حاجه ميزه ليه، ان هو ما بيمنعش نمو الضوافر. احنا بنلاقي الضوافر بينمو، فبنلاقي المنطقه اللي تحت اللي هي بتاعه الاطراف بتاعه الضوافر ابتدت تطلع ضوافرنا الطبيعيه. فاللي احنا بنعمله ان هي بترجع لي تاني في جرين، وبنعمل لها ريفال او اعاده تعبئه للمكان اللي تحت. وبعدين بيرجع شكل الضوافر زي، وبنبرده وبيرجع شكل الضوافر زي ما هو. حلو قوي. بيقعد معاها واتيفر على قد ما بتقدر تحافظ عليه، يعني ممكن يقعد شهر 2 3 4، في ناس بيقعد معاها بالست شهور. طالما هي محافظه عليه. كل اللي انا اعرفه دلوقتي اللي بيعملوه ما بيستغنوش عنه. تمام، خلاص. ونقدر نحط عليه لون المانيكير اللي احنا عايزينه، يعني في البيت. طبعا نقدر يعني نشيله بالريموفر ونحط عليه، ونحط عليه تاني، مفيش مشكله خالص. في ناس بتقول انا مش هفضل متايده بيه فتره طويله ان انا عامله فرنش او ان انا عامله احمر. لا خالص، احنا نقدر نحط عليه اللون اللي احنا عايزينه في البيت زي ما احنا حابين. تمام، حلو قوي وعملي كمان قوي. وتقدر الست عشان برضو ايه تبقوا عارفين انها تستخدم ايديها عادي.
طبعا خالص يعني طبعاً. مفيش اي مشكله. وعامه ستات البيوت اللي بيعملوا حاجات كتير في البيت انصحهم انهم ما يبقوش عاملين ضوافر طويله قوي، نخليها في الطول المتوسط العادي هتقعد معانا فتره اطول. بالظبط، يعني بلاش الحاجات الطويله قوي. أيوة. والجل بينفع على فكره، يعني انا اعرف ناس كتير قوي عاملينه وبيشتغلوا في البيت عادي، بيشتغلوا في البيت عادي وبيشوفوا حياتهم عادي، مفيش اي مشكله، ما تحسش اصلا ان في حاجه غريبه في ايديها. ده طيب. شكل من اشكال الجل ده شفاف وتحتيه رسومات، ده طالع موضه قوي السنه دي، سواء رسومات فواكه ازهار رسومات عاديه اشكال عشوائيه. وده واحد تاني فرنش، عاملين فرنش دهبي. بالدهبي ده ينفع قوي في السهرات اللي كنا لسه بنتكلم عليها. اوكي تمام. وده نوع تاني، ده شويه بنانيتي، بنانيتي بيبقى يعني بيبقى شفاف وعليه سبوتس كده ملونه، ده للعروسه او للخطوبه، ينفع للبنت اللي عندها خطوبه او عروسه. حلو قوي طبعا، واشكال مختلفه خالص، وزي ما احنا قلنا شكل الضفر كمان ممكن يتغير يعني. طبعا هي تقدر تبرده بالطريقه اللي هي عايزاها، ده فرنش عادي. ده فرنش وكمان عادي. لو ناخد بالنا هو فيه لمعه بتبقى حلوه قوي، عامله زي لمعه التوب كوت او الطبقه اللي بنحطها الاخيره فوق الضوافر، بيبقى شكله حلو جدا وباين ان شكله طبيعي وباين ان الضوافر شكلها صحي. ايوه هو تحفه، انا عايزه اقول لك تحفه، وكل المشاكل اللي كانت بتقابل الناس في الاكريليك اتحلت وتعالجت في الجل بعد كده. وده كمان ده عروسه، ده بقى ده عروسه. بما اننا بنتكلم على السهره فحبيت اجيب لكم حاجات تنفع للعروسه او في السهره او افكار جديده يقدروا يعملوها. طيب، وعايزه اقول لك ان الواحده اللوك بتاعها لو هي معزومه على فرح لازم يكون لايق على ان هي رايحه فرح. اكيد طبعا. رايحه تتعشى بره مع ناس، يكون لازم الدنيا تبقى سامبل اكتر ومفيش الوان براقه قوي، ما ينفعش نحط سيلفر وجولد وحاجات اوفر قوي، حتى لو هنحط تبقى الوان سامبل. الفرح بالنهار غير الافراح بالليل. اكيد طبعا يعني الشمس، لان دايما الافراح اللي بالنهار بتبقى في مكان مفتوح نتعرض لشمس عاليه جدا ودرجه حراره عاليه، فنحاول الفاونديشن او الطبقه الخارجيه تبقى اخف شويه من بالليل، يعني مش كتير، مش كتير طبقة، ما نحطش طبقه كتيره، ولازم بعديها على طول نحط باودر عشان اللمعه بتاعه الفاونديشن تختفي. بالظبط، يتقفل على طول بالباودر. ويستحسن يعني لما تحطوا ميك اب يبقى لونه يعني لونكم. يا ريت بلاش افتح ده عشان الرقبه بتبين. ده مهم. وفي انت عارفه، تعرفي دي في ناس بتعمل ميك اب لوشها وتسيب الحته دي رقبتها. شفتهم كتير كتير، شفتي كده. رقبه مهمه قوي يا جماعه، الرقبه مش منفصله يعني. الرقبه جزء من الفيس على فكره، او لازم نعمل ميك اب بيبقى من هنا لحد هنا. بالظبط، ده الميك اب. معلش هو شويه يعني بما انك عايزين تحطوا ميك اب يعني لازم يبقى الدنيا مظبوطه بقى، يعني نحط ميك اب بالشكل المظبوط يا ما نحطش. تمام. عاوزه اعرف طرق العنايه بالضوافر كده واحنا قاعدين في البيت، نعمل ايه وما نعملش ايه؟ طيب اوكي، طرق العنايه بالضوافر اهم حاجه لازم ما نعرضهاش لميه كتير، لو ايدينا مبلوله لازم ننشف ايدينا على طول، ما نسيبش ميه كتير، ما نسيبش ايدينا معرضه للميه كتير. ما ينفعش ان احنا نستخدم المبرد بطريقه غلط، بلاش المبارد الحديد، نخلينا في المبارد الخشب او البوف العادي، بلاش نستخدم المبارد الحديد. لما نبرد الضوافر ما نبردش الطبقه المسطحه اللي على الوش دي غلط، احنا كده بنضعف الضوافر. نحاول على قد ما نقدر ناكل كويس خضار فاكهه، والزنك مفيد قوي للضوافر وللشعر. ولو عايزين تبردوا ضوافركم بردوها قبل ما تعرضوها للمي وهي ناشفه، لازم وهي ناشفه لسه الضوافر المبلوله اصلا غلط، وبعد الحمام زي ما بننشف جسمنا كله ايدينا وضوافرنا لازم يتنشف. مهم قوي. اميره ميرسي ليكي. لاف. انا بشكرك اميره مصطفى خبيره التجميل ببيوتي سنتر جرين. هنروح لفاصل، بعد الفاصل اخر فقره في برنامجنا بشرتك مع ميرسي. منتجات ماسي جروب، ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم، كريم غني بالكثير من المواد الفعالة، أكثر من 58 عنصر أهمها جزيئات الذهب الخام عيار 23، الكافيار، الكولاجين. يستخدم ماسي دورو جولد كمضاد للتجاعيد وللقضاء على أثار الشيخوخة، كما يستخدم في تفتيح وتوحيد لون البشرة وتغذيتها وترطيبها بالكامل. ماسي دورو جولد هو أقوى مستحضر تجميل في العالم، لأنه الكريم الوحيد اللي قادر أن يصغر في سن البشرة شكلياً 10 سنين بعد استخدامه سنة كاملة. ماسي دورو جولد يحتوي على 56 عنصر، أهمهم الذهب الخالص عيار 23، الكافيار، السيراميد، ومادة الفيلر هايلورونيك أسيد، وكمان يحتوي على الكولاجين. مع كل مرة بنستخدم فيها ماسي دورو جولد بنحس بنضارة وبسخونية، نتيجة أن الذهب بينشط الدورة الدموية وكمان بيشد الجلد. يستخدم لجميع الأعمار من الرجال والنساء، لا توجد له أي أثر جانبية، وفي حالة استخدامه لمدة عام كامل يساعد على استعادة نضارة الوجه
لتبدو أصغر 10 سنوات. ضغطة واحدة تكفي ليتم توزيعها على كافة أجزاء الوجه والرقبة مع التدليك المستمر برفق من أسفل إلى أعلى حتى تمام الامتصاص. ماسي دروجولد مترخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي، وشركة ماسي فارم هي الوكيل الحصري لمنتج ماسي دروجولد، يعني مش هتلاقوه في أي مكان تاني غير على الأرقام اللي ظهر على الشاشة قدام حضراتكم، منعاً للتزييف والغش التجاري. ماسي دروجولد الكريم الوحيد في العالم اللي هيرجع البشرة 10 سنين أصغر. أهم فوائد ماسي دروجولد أنه بيصغر في سن البشرة شكلياً 10 سنين، بيعالج التجاعيد، بيحارب شيخوخة الجلد، بيفتح لون البشرة، بيعالج الهالات السوداء والنمش، بيعمل رطوبة ونضارة عالية جداً في البشرة، وكمان بيشد الجلد. ماسي دروجولد بيتحط مرة واحدة قبل النوم، هتلاقي نضارة عالية جداً في البشرة. ماسي دروجولد أحد منتجات ماسي جروب. ودلوقتي بشرتك مع ماسي. خلوني ارحب بضيفتي العزيزه دينا ابو السعود، المدير الطبي لماسي فارم. عامله ايه دينا؟ تمام الحمد لله. الأخبار؟ كله حلو. كله الحمد كويس؟ لله تمام يا حبيبتي. اخبار ماسي دورو جولد ايه؟ والاسئله الكتير اللي بتتبعت لي كتير قوي قوي قوي، واللي عندها مشاكل بقى، كان عندها معرفش ايه في وشها، اثار بقع. للبقع، حفر، حبوب، علامات، نمش حبوب. نمش فظيع. والله انا كل يوم بيتبعت لي اكتر من 200 سؤال على ماسي دروجولد، وازاي يا دكتوره دينا بينزل في سن البشره شكليا 10 سنين؟ معقوله منتج فيه 56 عنصر؟ معقوله منتج يحتوي على الذهب والكافيار والكولاجين وماده الفيلر في منتج واحد؟ فاسئله كتيره جدا. ناس كتيره عالج لها الهالات السوداء، سيدات كتير عالج لهم الهالات السوداء والنمش. هو بيعالج الهالات السوداء ولا هو بيوحد لون البشره؟ بصي يا يمنى، الاثنين، لان الذهب بيشتغل على الميلانين. الميلانين هو لما بيبقى زياده التصبغ في البشره بيحصل تصبغ، فهو بيقلل افراز الميلانين. تمام. الذهب بيحفز على دخول الاكسجين جوه الخليه. اوكي. الهالات السوداء دي معنى كده انه مفيش اكسجين في الحته دي؟ ممكن يبقى عندها انيميا، لان الانيميا يعني نقص الاكسجين في الهيموجلوبين. فهو بيحفز اصلا على دخول الاكسجين، فبيخلي الخليه تتنفس. اوكي. فبيفتحها، بيخليها صحيه جدا. وزي شايفين الموديل بتحط تحت عينيها اهو. بالظبط، هو بيتحط تحت العين وفي الجبهه من تحت لفوق عشان التجاعيد الموجوده في الجبهه. طبعا هي وانس انها حطته حصلت نضاره. ايوه، اول ما حطيته حصلت نضاره، بيجري الدوره الدمويه في الوش. بيجري الدوره الدمويه، بتحس ان وشك بيتنفس، بيدي جلو عالي جدا للبشره، لان الذهب معروف ان الذهب اصلا ممكن تستغني عن الميك اب مع الذهب والكافيار. بالظبط. دلوقتي سيدات كتيره قوي في اوروبا منعوا الميك اب خالص، بيحطوا ماسكات كافيار على وشهم فقط. هو انتوا ده ما بيحطوش؟ قليل لما تلاقي واحده حاطه ميك اب اصلا. لا لا، هم والله اصلا بره ما عندهمش ثقافه المكياج زينا، يعني هم بس بيهتموا بقى، بيهتموا ببشرتهم، بيغذوا بشرتهم جدا. يعني حتى الهوليوود ستارز زي انجلينا جولي وباريس هيلتون يوميا بيحطوا الكافيار على وشهم، وهوليوود ستارز كتيره جدا بيحطوا الذهب على بشرتهم. لان هم كل النجوم بره اهم حاجه طبعا وشهم، لان ده بتلاقي واحده عندها 70 سنه ومش باين عليه 70 والله مش باين. بالظبط. وعايز اقول لك في كتير قوي، يعني مين يعني كتير قوي هوليوود ستارز حتى ما بيحبوش قصه الحقن على فكره. كتير بيستخدموا كريمات فقط. لكن مع الحقن لو ناس كتير، سيدات كتير بدات بقى تعالج، لان التجاعيد بقت غائره جدا وما لحقتهاش، بتضطر للحقن. ماسي دروجولد مع الحقن بيدي نتيجه عبقريه. يطول كمان المفعول، بيطول بدل ما حقنه الفيلر تقعد 6-7 شهور تقعد سنه ونص مثلا. بالظبط. وكمان حقنه الفيلر ما فيهاش ذهب، ما فيهاش كافيار، فهي بتحط هايلورونيك اسيد تحت الجلد، وكمان هايلورونيك اسيد اللي هو ماده الفيلر فوق الجلد مع الذهب والكافيار والكولاجين، فهي كده خلاص غذت بشرتها بكل الحاجات اللي محتاجاها للبشره. وبعدين انتوا عارفين ليه دايما النجوم بتوع بره ما بيبانش عليهم السن؟ بجد انا بقول لكم 70 سنه بتبقى 70 سنه وتبان مثلا 45. ايوه صح. ليه؟ لان هم متاسسين على انه عندهم ثقافه انه اهتمي من بدري. بالظبط. حطي كريماتك من بدري. بالظبط. غذي بشرتك، البشره محتاجه غذاء زي الشعر، ما هو محتاج غذاء. طبعا كل طبعا حاجة. احنا هنا عندنا مثلا ايه، لا مش هنبتدي نحقن ونحط كريمات غير لما التجاعيد تظهر، غير لما البقعه تظهر. طب وانا استنى ليه؟ ده العلاج، ده الوقايه اسهل بكتير، العلاج هتقعدي كتير تعالجي،
لكن انك انت تعملي وقايه ده اسهل. انا لسه ما طلعليش تجاعيد بس بستخدم ماسي دروجولد عشان خايفه من ظهور التجاعيد لان شهور هيطلع تجاعيد على اللونج ران. فانا بص على نفسي في المرايه ليه واتفرج على الحاجات دي؟ أيوة يعني صح. فبحب اعمل وقايه. يا جماعه ليه نستنى؟ يعني ليه نستنى؟ بالزبط. لازم نبقى يعني نواكب العصر شويه طبعا. ولازم يعني ماسي دروجولد ناس كتير تقول لك غالي جدا. ما هو لازم يبقى غالي لان الغالي طول عمر على فكره الغالي ثمنه فيه طول عمر كده. وبعدين الكافيار غالي، الذهب غالي، حقنه الفيلر غاليه، حقنه النضاره غاليه، كل الحاجات دي ماسي دروجولد بيعملها، فلازم يبقى منتج غالي يعني. وبعدين عايز اقول لك على حاجه، ان ممكن تلاقي منتجات تانية بالكافيار فقط، وانا نزلت شفت في شوبينج سنترز بتبقى اغلى من ماسي دروجولد. منتج بميه الذهب و50 ملي اغلى من ماسي دروجولد. هو في فرق طبعا بين انه ده يبقى بالذهب، الجزيئات الذهب على الوش ذهب وميه ميه الذهب. لا هو الذهب، ايونات الذهب دي مهمه جدا للبشره، بتعالج كل مشاكل البشره. على طول احب اقول الستكس اكشنز، ان هو بيصغر في سن البشره شكليا 10 سنين، بيعالج التجاعيد، بيفتح لون البشره، بيوحد لون البشره، وبيعمل نضاره ورطوبه عاليه جدا في البشره. كمان حاجه مهمه جدا، هو بيشد الجلد. صعب جدا تلاقي كريم دلوقتي بيشد الجلد، لكن ماسي دروجولد فعلا بيشد الجلد، لان الذهب اصلا الاكشن بتاعه المهم ان هو شد الجلد. وفي حاجه لايك بوتوكس كده، الاسيتال هيكسا بيبتايد، ده كومبوننت موجود في ماسي دروجولد، بيشتغل زي ما البوتوكس بيشتغل. يعني هو مش في ماده بوتوكس، في ماده بتشتغل زي ما البوتوكس بيشتغل. فكل الحاجات دي في ماسي دروجولد، لان ماسي دروجولد 6 سنين بتعمل عليه ابحاث ان هو يطلع النتيجه العبقريه دي، ويصلح لجميع انواع البشره، حتى البشره الدهنيه. حتى البشره الدهنيه اللي بتعاني من الحبوب، ماسي دروجولد مش هيعللها الحبوب، ماسي دروجولد هيعالج لها اثار الحبوب. ماسي دروجولد مش هتحس ان في حاجه مزيته على بشرتها وتتضايق. ده حلو قوي طبعا. الشهادات بتاعته طبعا، الشهادات بتاعته طبعا مهم جدا ان احنا يوميا نظهر الشهادات على الشاشه دي. شركه ماسي فارم هي الوحيده اللي بتظهر الشهادات على الشاشه، ترخيص وزاره الصحه المصريه وترخيص الاتحاد الاوروبي، يعني مترخص من جميع الجهات. معنى كده ان ماسي دروجولد امن جدا 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 للاستخدام على البشره. تمام. ليس لا يعترض على اي، لا يتعارض سوري اي لغه العربيه معاكي، لا يتعارض على اي اثار جانبيه خالص يعني. بالظبط. اي سن اي عمر يقدر من 18 اصلا، لا هو يعني بنقول من 18 19، لان اوريدي اللي قبل كده بيبقى عندهم كولاجين كافي، بيبقى عندهم هاليرونيك اسيد كافي، سيرامات كافي. فمن 18 سنه، مش اقل من 18 سنه لغايه اخر العمر. السيرامات دي يا جماعه اللي هي الماده اللي بتدي ايه؟ السيرامات دي موجوده في كونكتيف تيشوز، بتعمل رطوبه عاليه جدا للبشره، وبتعمل يعني لما اصلا بتقل بتعمل خشونه في العظم، خشونه في الركبه، وبتعمل تشققات في الجلد. هي اصلا كومبوننت موجود طبيعي في البشره، لما بينقص بيحصل تشققات، بيحصل جفاف، بيحصل تجاعيد. السيرامات ماده مهمه جدا جدا جدا، وموجوده كمان في ماسي دروجولد. دي اللي بتحافظ على البشره من ان هي تعجز. مرونه، انتي اوكسيدنت، بتحافظ من تبقى ضد الاكسده، بتعمل مرونه للبشره، بتعمل رطوبه للبشره، وبتحافظ من ظهور التجاعيد اصلا. طيب بيسالوني على التخزين، نعمل فيه ايه؟ ده فيه كافيار وفيه ايوه بتاع. ناس كتير فاكراه لا يا جماعه ما بيتحطش في الثلاجه، يتحط في درجه الحراره العاديه بس، ما يتعرضش للشمس. يعني لو هي في اوضه ما تحطوهوليش في حته في الشمس. واي حاجه على فكره، ولا برفان ولا كريم طبعاً. عادي ولا اي حاجه تحط فيها شمس طبعاً. خالص يعني هو حتى مكتوب هنا درجه الحراره من 10 ل 30، ممكن ل 35 مفيش مشكله، بس ما تتعرضش للشمس تمام. طيب. لكن ما تحطوش في الثلاجه بليز. الصلاحيه الصلاحيه 3 سنين وسنه واحده من ساعه فتح الابوام، يعني من اول ضغط هتقعد معاها 3 سنين. هتقعد معاها 3 سنين بالظبط كده. ميرسي يا دينا على وجودك معايا، دكتوره دينا ابو سعود المدير الطبي لماسي فارم. حلقتنا خلصت وفقراتنا خلصت، شوفونا كل يوم من الساعة 3 للساعة 4:15، والإعادة بتكون 8 إلى ربع صباحا تاني يوم. وشوفوا كل حلقاتنا على اليوتيوب. أشوفكم بكرة إن شاء الله، وأنتم في أحسن صحة وفي أحسن حال. كنت معكم يمنى طولان، سلام عليكم. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب. ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم، كريم غني بالكثير من المواد الفعالة، أكثر من 58 عنصر أهمها جزيئات الذهب الخام عيار 23، الكافيار، الكولاجين. يستخدم ماسي دورو جولد كمضاد للتجاعيد وللقضاء على أثار الشيخوخة، كما يستخدم في تفتيح وتوحيد لون البشرة وتغذيتها وترطيبها بالكامل.
ماسي دورو جولد هو أقوى مستحضر تجميل في العالم، لأنه الكريم الوحيد اللي قادر أنه يصغر في سن البشرة شكلياً 10 سنين بعد استخدامه سنة كاملة. ماسي دورو جولد يحتوي على 56 عنصر، أهمهم الذهب الخالص عيار 23، الكافيار، السيرامايد، ومادة الفيلر هايلورونيك أسيد، وكمان يحتوي على الكولاجين. مع كل مرة بنستخدم فيها ماسي دورو جولد بنحس بنضارة وبسخونية، نتيجة أن الذهب بينشط الدورة الدموية وكمان بيشد الجلد. يستخدم لجميع الأعمار من الرجال والنساء، لا توجد له أي أثر جانبية، وفي حالة استخدامه لمدة عام كامل يساعد على استعادة نضارة الوجه لتبدو أصغر 10 سنوات. ضغطة واحدة تكفي ليتم توزيعها على كافة أجزاء الوجه والرقبة مع التدليك المستمر برفق من أسفل إلى أعلى حتى تمام الامتصاص. ماسي دورو جولد مترخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي، وشركة ماسي فارم هي الوكيل الحصري لمنتج ماسي دورو جولد، يعني مش هتلاقوه في أي مكان تاني غير على الأرقام اللي ظهر على الشاشة قدام حضراتكم، منعا للتزييف والغش التجاري. ماسي دورو جولد الكريم الوحيد في العالم اللي هيرجع البشرة 10 سنين أصغر. أهم فوائد ماسي دورو جولد أنه بيصغر في سن البشرة شكلياً 10 سنين، بيعالج التجاعيد، بيحارب شيخوخة الجلد، بيفتح لون البشرة، بيعالج الهالات السوداء والنمش، بيعمل رطوبة ونضارة عالية جداً في البشرة، وكمان بيشد الجلد. ماسي دورو جولد بيتحط مرة واحدة قبل النوم، هتلاقي نضارة عالية جداً في البشرة. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جولد.